لو اتكلمنا على جزئية بقى الأهلي، توقعاتك للشكل اللي ممكن الأهلي، يعني برضو المفاجآت بتبقى مهمة جدا في مباراة زي كده، ولكن زي ما قلنا هو كتاب مفتوح أهلي أو زمالك. إيه ممكن مفاجأة كابتن عبد الوهاب شايفي ممكن يعملها النهاردة بحيث إنه يفاجئ نادي الزمالك مثلا بشكل لعيب أو خططي؟ يعني في برضو حاجات مهمة جدا دي بتفرق في مباريات القمة. بص، احنا لسه كنا بنتكلم انا وبلال قبل ما نطلع على الهواء على طول في موضوع اللي هو ثبات التشكيل. كابتن زيزو دايما بيحب يبقى فيه ثبات في التشكيل، ما بقاش فيه تغييرات بشكل كبير، وممكن باستثناء واحد او اتنين اللي ممكن يغير فيهم. هو يامل ان يكون ملك اوفونا في حالته، ان هو يكون سليم، يكون جاهز، يكون اكثر جاهزيه من الناس اللي موجوده. لان يبتدي هو بيه يعني كابتن؟ بص، دايما انا قلتها قبل كده ان الافارقه تحديدا ما بيحبوش ينزلوا شوط تاني. في لعيبه، نوعيه لعيبه كده ما ينفعش ينزلوا شوط تاني. فمالك ايفونا يعني عقبال ما ينزل شوط تاني وياخد في اجواء المباراه يكون الماتش خلص. فهو لازم يبدا بيه ايا كان، بس هتبدا بيه بقى فتره كبيره، لان المحتاج هو يقعد فتره كبيره قوي في الملعب مع لعيبه، لان هو في الاول هتلاقيه بيسخن كويس، هيبقى مركز قوي من اول ماتش ان هو هيبدا. حتى لو مش جاهز بنسبه 90% او 80% او 100%، لكن على الاقل لو عنده 50% هتقدر تستفيد منه، من تسخين وهو رايح مركز في الاتوبيس، نازل من اول مباراه شايف اهميه المباراه بالنسبه له. لكن هو قاعد بره برضه بيبقى فيه خمول شويه. فهو يامل ان ملك ايفونا يبقى سليم 100%، بجانب طبعا جاهزيه كل لعيب. عندك جون انطوين يعني بدا يبقى في حالته تاني، عندك غالي قائد في وسط الملعب بشكل كبير، عندك صبر رحيل اللي اشتغل الفتره اللي فاتت من على الاطراف، ويمكن طارق السيد هو يمكن احسن واحد كان بيعملها هو واحمد سمير ناحيه الاطراف. فبالتالي يعني لما دول بيبقوا جاهزين اعتقد ان الامور دي بتبقى في صالح الفريق. صحيح.